أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم لبس الجوارب للرجل المحرم حيث يلبسه خشية أن يلمس النساء في الطواف فينتقض الوضوء؟ ما يجوز للرجل أنه يلبس الجوارب على رجليه ولا على يديه ولا يلبس المخيطات ما دام محرما، وقوله أنه يخاف يلمس النساء هذا من التنطع، هذا من التنطع والغلو الذي لا داعي له. يتجنب النساء لو ما لبس الجوارب، وإذا قدر أنه لمس امرأة من غير قصد فلا حرج عليه في ذلك. نعم.